أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيه أهم ما نشرت الصحف العربية العراقية والعالمية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. في تقرير لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أكد أن فئات واسعة من الأطفال في العراق بلا حماية وبلا حقوق، وينص الدستور الحالي في العراق على أن أي شخص يولد لأب عراقي وأم عراقية هو مواطن ويمكنه التمتع بجميع الحقوق، وتكون الحكومة الجهة الضامنة لتوفيرها، وعليه لجميع الأطفال الحق في الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة. ولكن في الواقع يحتاج الملايين من الأطفال في العراق بما فيهم الأطفال المشردون والنازحون داخليا إلى الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال كذلك، حيث انتهكت الحرب كل حق من حقوق الإنسان للأطفال، وأصبحت حياة الأطفال العراقيين والسبل عيش أسرهم محفوفة بالمخاطر، وأدت النزاعات الطائفية والصراعات إلى انقسام المجتمع ومقتل مئات الآلاف من آبائهم وأفراد أسرهم وأقاربهم وحتى أصدقائهم. تعاني العائلات النازحة منذ عدة سنوات من ظروف إنسانية قاهرة من جراء غياب المعيل، تتمثل بقلة فرص العيش وعدم وجود مساعدات مالية، الأمر الذي انعكس سلبا على واقع الأطفال الذين يعانون من المرض وسوء التغذية ومنعهم من الالتحاق بالمدارس. وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية من إهمال النازحين والمهجرين، إلا أن وزارة الهجرة والمهجرين الحالية أعلنت في وقت سابق أنه لم يعد بمقدورها دعم مخيمات النازحين وتأمين احتياجات القاطرين فيها بسبب قلة التخصيصات المالية على حد قولها. وزار مندوبو قسم حقوق الإنسان أحد المواقع التي تقدم الطعام لآلاف المشردين في العراق، معظمهم أطفال، وقال لنا من تحدثنا إليهم: إنه الوجبة الوحيدة لنا باليوم ولا نستطيع الحصول على غيرها، وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية من جراء تأثرهم بالحروب، كذلك يوجد 14 حالة وفاة لكل 1000 طفل. ونبقى مع تقرير لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، فيقول: فمن خلال التقارير المتعلقة بالآثار السلبية للنزاع المسلح المحتدم على الأطفال العراقيين وعدم اكتراث الحكومات المتعاقبة برمتها في ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حالتهم من خلال تكييف تدابير قائمة على الأدلة، فإنه من الواضح جدا الواضح جليا أن مستلزمات الحل الشامل لمشاكل حماية الطفل غير متوفرة على الساحة وفي المعطيات الحالية، وإن الحاجة الأساسية الماسة لحماية الأطفال العراقيين هي أنها إنهاء الصراع ومسبباته. ويعد النظام الأسري، يقول المقال، الأسري والتعليمي والاستقرار الاجتماعي عنصرين أساسيين مهمين في الجهود المبذولة لتحقيق التقدم في حماية الطفل. ولتحقيق النظام والاستقرار يجب إحداث تغيير جذري ملموس على الواقع السياسي الحالي في العراق، ويجب أن تكون سلامة الأطفال وأمنهم ورفاهيتهم في طليعة الأولويات الوطنية لضمان مستقبل أكثر إيجابية وأكثر ازدهارا على الصعيدين الاقتصادي وحتى الاجتماعي. بات العراق ما بعد الغزو الأمريكي البلد الأكثر من حيث ارتفاع ظاهرة العنف في المنطقة، وما يزال الأطفال العراقيون يدفعون الثمن الأكبر لاستعمال أعمال العنف المختلفة وغياب البيئة الآمنة للعيش، الأمر الذي يجعلهم في مقدمة الضحايا ويحول دون تنمية إمكاناتهم الكاملة وسط عدم وجود قانون يحمي هؤلاء الأطفال من التعذيب النفسي والجسدي والإهانة والإهمال التي يتعرضون لها من قبل السلطات الحكومية المعنية. وفيما يأتي بعض الحالات التي رصدها قسم حقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري بشأن تعرض الأطفال للعنف والإهمال في العراق، ما يجعلهم أول ضحاياها في البلاد، فلا يتلقى الأطفال العراقيون الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 40% بحسب منظمة World Vision الدولية لحماية الأطفال أي شكل من أشكال المساعدة من قبل الحكومة، وتبلغ أعداد عمالة الأطفال في العراق 800,000 طفل بحسب تقديرات مفوضية حقوق الإنسان.
لكن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة قدرت حجم عمالة الأطفال في العراق بمليون طفل. وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن وجود أكثر من مليون طفل في العراق هم بحاجة لمساعدات إنسانية. وقالت المنظمة في آخر تقرير لها نشرته في نيسان الماضي إنه استنادا لمراجعة ملف الاحتياجات الإنسانية في العراق لعام 2022، هناك ما يقرب من 1,100,000 طفل هم بحاجة لمساعدات إنسانية. نتائج الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي لم تتوقف الأحزاب الخاسرة التي انطلقت وأطلقت على نفسها فيما بعد تسمية الإطار التنسيقي عن وضع العصي في دورة استكمال الانتخابات من تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب صدور النتائج. دفعت ميليشيات الإطار بضعة عشرات من أتباعها للتظاهر أمام المنطقة الخضراء سيئة الصيت، وخلقت مواجهة مع قوات الأمن بحجة تزوير الانتخابات، لكن سرعان ما باءت هذه العملية بالفشل. وبدل قبول نتائج اقتراع الصناديق حاولت هذه الأحزاب بطرق متعددة مكشوفة تعطيل وتأخير تشكيل حكومة الأغلبية الفائزة، ولم تنجح إطلاقا في فرض مشاركتها بحكومة توافقية كما كان يتم العمل به سابقا بترتيبات أمريكية إيرانية، لأنها اصطدمت برفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أصر هو الآخر على تشكيل حكومة أغلبية من الفائزين في الانتخابات، ورفض قبول عدوه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في التشكيل الحكومي. في كل انتخابات ورغم وضوح الدستور في تكليف الفائز في الانتخابات، إلا أن أتباع الولي الفقيه يتلاعبون بالكلمات والتفسير، فمرة يقولون إن الكتلة الفائزة هي التي تتشكل في الجلسة الأولى، ثم قالوا إنها الكتلة التي تتشكل بعد الجلسة الأولى، ومرة أخرى قالوا إن من يشكل الحكومة هي الكتلة الأكثر عدداً. إن المحكمة الدستورية، وبدلاً من أن تكون الفيصل وهي من تنفذ مواد الدستور، إلا أنها كانت منذ البداية ظهيراً لطرف على حساب الطرف الآخر الفائز غالباً في الانتخابات. وما مساهمة المحكمة في دعم الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري إلا قراراً سياسياً لإعاقة تشكيل الحكومة وإقرار ميزانية الدولة وتسيير أمور البلاد والعباد الذين ينتظرون منذ 7 شهور. أما الأغلب في مواقف المحكمة الدستورية هو استقبال رئيس المحكمة لسفير إيران في سابقة من دور سفير أي دولة أخرى بضمنها سفير الولايات المتحدة، بما لا يتوافق مع وظيفته ولا استقلالية القضاء. أليس استقبال سفير دولة هو موقفاً سياسياً؟ ماذا يفعل سفير دولة أجنبية في أعلى مؤسسة حكومية قضائية؟ ولماذا يزورها؟ هل تسمح حكومة السفير هذا بزيارة سفير العراق لرئيس المحكمة العليا في بلده؟ أو حتى زيارة أي مسؤول آخر؟ الجواب هو كلا، ومن المستحيل لسبب بسيط، هو أن إيران بلد ذو سيادة لا يملكها العراق. يقول الكاتب حسن أبو هنية: ثمة نظام عالمي قديم أحادي القطب يحتضر، ونظام عالمي متعدد الأقطاب جديد يولد، وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث، حسب عبارة عبد الرحمن بن خلدون. تلك هي خلاصة التاريخ، فدوام الحال من المحال. إذا لم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا سوى ضربة البداية لتشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين وروسيا بحضور كثيف واضح إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، بعد أن انتهت صلاحية نظام قديم ظهر ما بعد سقوط جدار برلين مطلع تسعينيات القرن المنصرم عقب انهيار عدو الولايات المتحدة اللدود الاتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا بالهيمنة على الشؤون العالمية. نظام جديد يقول المقال يتشكل الآن، يعترف بقوة روسيا العسكرية والسياسية وبالصعود الصيني الاقتصادي والتكنولوجي كذلك والعسكري.
لم تكن جرأة روسيا على غزو أوكرانيا العلامة الأولى على تراجع القوة الأمريكية، ولكنها أعادت الجدل الطويل حول التراجع الأمريكي إلى حد ادعاء بعض الخبراء والمراقبين أن الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى. مؤشرات تراجع القوة الأمريكية ظهرت بعد الانسحاب الفوضوي المذل من أفغانستان وما تبعه من انهيار سريع للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان. ومن قبل الانسحاب الأمريكي في العراق والخسائر الكبيرة وترك العراق يقع تحت النفوذ الإيراني، وفي حقيقة الأمر لا يتعلق تآكل القوة الأمريكية رغم انحسار نفوذها ومكانتها على الأسباب الذاتية، وإنما الأسباب الموضوعية التي تشير إلى صعود قوى أخرى لا سيما الصين اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، وبروز الهند قوة اقتصادية، وعودة روسيا جيوسياسيا وعسكريا. ومع ذلك فإن تراجع القوة الأمريكية مسألة نسبية رغم ترابط الأسباب الخارجية والداخلية لمؤشرات تراجع القوة الأمريكية، فإن الأسباب الداخلية المحلية تبدو جلية وأكثر وضوحا. فقد تسبب التمدد الأمريكي العسكري وخوض حروب الإرهاب المصطنعة بهدف الهيمنة بنفقات هائلة سرعان ما انعكست محليا بضربة موجعة للنموذج الاقتصادي الأمريكي، وهو ما تجلى من خلال الأزمة المالية العالمية لعوام 2007 وحتى 2009. نشر صحيفة الغارديان مقالا للصحفي سيمون تيزدال قال فيه إن اتفاق السلام الشامل لأفغانستان الذي وقعته الولايات المتحدة في الدوحة في شباط فبراير 2022 بالأحرى كان هدفا ذاتيا ضخما في مرمى أمريكا حتى وفقا لمعايير دونالد ترامب الفوضوية. وأشارت إلى أن الاتفاق لم يفرض وقف إطلاق النار ولا متطلبات لتقاسم السلطة ولا خريطة طريق حتى سياسية، لكن إدارة ترامب تعهدت من جانبها بالانسحاب الكامل وغير المشروط للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في غضون 14 شهرا فقط. الانسحاب الأمريكي بمثابة استسلام، معتبرة أن ترامب كان غير مبال كليا بمصير الشعب الأفغاني، في حين لم تصدق حركة طالبان حظها. وعلى الرغم من عرقلتها بسبب السرية الرسمية، فقد تم نشر تقريرين هذا الشهر، أحدهما صادر عن هيئة رقابة عامة أمريكية والآخر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، يكشفان عن مستوى لا يمكن تصديقه من عدم كفاءة الحكومتين. ونبهت الغارديان إلى أن 20 عاما من بناء الأمة بتكلفة عشرات الآلاف من الأرواح الأمريكية والبريطانية والأفغانية تم تدميرها في أيام قليلة مخزية، مضيفة كان يجب على جونسون وترامب أن يستقيلا في ذلك الوقت لكنهما لم يستقيلا. المأساة الأفغانية المستمرة اليوم ليست سوى جانب واحد من تراث ترامب السام، إذ لا يزال التأثير السلبي لرئاسته محسوما في جميع أنحاء العالم، والوقت ينفد لتبديد آثاره الضارة. وأشارت إلى أنه يمكن لترامب أو نسخة جمهورية يؤيدها ترامب استعادة البيت الأبيض في غضون عامين، والتي قد تفرض أجندته الرجعية والمزعجة أمريكا أولا مرة أخرى، الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة أو تفشل في التعامل معها مع التحديات العالمية الكبرى في الوقت الحاضر. نشر صحيفة ديلي تيليغراف تعليقا للعقيد ريتشارد كيمب قائد المشاة السابق ورئيس مجموعة كوبرا للاستخبارات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أنه استعاد المبادرة العسكرية في أوكرانيا، وقال إن بوتين استغل رضا الغرب عن نفسه وشن حربا هوجاء ردا عليه، وأضاف أن انتصارا في دونباس لو استطاع بوتين تأمينه لن يكون نهاية للعبة العسكرية التي بدأها الأخير في أوكرانيا، فهو يريد إخضاع كل البلد وإهانة الناتو وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وانتقد الكاتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر والرئيس إيمانويل ماكرون وغيرهما ممن يرون نهاية الحرب تتعلق بتنازلات أوكرانية لموسكو، قائلا إن هؤلاء لا يفهمون شيئا، لا يفهمون نقطة أساسية، وهي أن تفكير بوتين يذهب أبعد بكثير من تأمين المناطق الشرقية في أوكرانيا، ولديه الوقت الكافي والنفوذ أكثر مما افترض الغرب.
الكثير من المعلقين حذروا الغرب من الرضا عن النفس بعدما فشل بوتين بالسيطرة على أوكرانيا بضربة واحدة عندما بدأ غزوه في شباط فبراير. صحيح أن القوات الروسية أظهرت عجزاً وضعفاً في المعنويات، لكن من الواضح أن إعادة تجميع القوات يمكن أن تحقق بعضاً من أهدافه، وهذا بالضبط ما يحدث الآن، حيث بدأت الموجة تسير عكس الأوكرانيين في دونباس ولوغانسك، وحققت موسكو مكاسب على الأرض هناك وبشكل ثابت، وكبدت الأوكرانيين خسائر فادحة. واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسبوع الماضي أن 100 جندي من قواته يقتلون في كل يوم في الشرق، وستكون حرب الاستنزاف مهلكة لمعنويات الجيش الأوكراني وقدرته على القتال. ولأننا نعرف الأساليب القتالية الروسية، فمن غير المحتمل أن يتكبد الروس خسائر كبيرة، ويواجه الجيش الأوكراني مصاعب لمواجهة القصف المدفعي والجوي المستمر والذي يتبعه هجمات بالدبابات والقوات البرية، ولهذا فهي في تراجع مستمر. وفي بعض الأحيان يكون التراجع تكتيكياً للحفاظ على مواقع يمكن الدفاع عنها، ولكن في معظم الأحيان اضطر الأوكرانيون على الانسحاب. وتواجه مدينة سيفيرودونيسك خطر السقوط بيد الروس، ولو حدث هذا إلى جانب ليسيتشانسك فستكون معظم منطقة لوغانسك بيد الجماعات الموالية للكرملين. وفي خبرنا اليوم، يتفنن الخطاط العراقي الشاب قاسم محمد رضا في كتابة أسماء ورسم أشكال مختلفة على حبات الأرز، ويمارس قاسم عمله على طاولة في شارع المتنبي المعروف والمشهور في العاصمة بغداد، حيث يقوم بكتابة الأسماء التي يطلبها الزبائن على حبات الأرز. ويعتبر شارع المتنبي السوق الثقافي لأهالي بغداد، حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها. وفي حديث للأناضول قال قاسم، وهو خريج كلية الفنون الجميلة، إنه بدأ بمزاولة هذا الفن كهواية في 2009، وأفاد أنه تفرغ لهذا العمل ليصبح مصدر رزقه في 2017 بتشجيع من أحد أصدقائه. أوضح أن بوسعه كتابة 8 أو 9 أسماء على الأقل على حبة أرز واحدة، كما لفت إلى أنه قام بكتابة سورة الإخلاص كاملة على وجه حبة أرز واحدة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.